عام 1432 في يوم 2 رمضان توفيت والدتي. طبعا وفاتها كان أكبر صدمة في حياتي. في 7 رمضان 1436 توفيت أم طلال. يعني أنا كنت أعتبرها نهاية الحياة بالنسبة لي. كان في سفير وقتها ابن أمير الكويت صباح السالم اسمه الشيخ سالم رحمهما الله كلاهما. لما وصلت أرسل لي من يستقبلني على المطار واخذني لعنده على السفارة رأسا. قال خير شو جاي تعمل؟ قلت له بدي أزور قائمة شركات موزعين في واشنطن وفي نيويورك وفي شيكاغو وفي لوس أنجلوس وأعرض عليهم خدماتي. وألقى كلمة في العشاء، قال هذا ابن الكويت وهذه شركة كويتية وهذا يحظى بثقتنا ونحن ندعمه ونؤيد. كانت هاي الشهادة هي بداية تأسيس أبو غزالة للملكية الفكرية اللي هي اليوم أكبر شركة في الدنيا. كنا نعمل فحوصات كبيرة، وفي كل مرة وفي كل رحلة من هذه الرحلات يعني تكون النتائج إنه هناك مرض في شبكية العين. هذا المرض بيتدهور تدريجياً إلى أن يفقد الشخص نظره نهائياً. فهذه الفترة أنا ما أنساها في حياتي، لأنه أول مرة أسمع الوالد يبكي. يعني أول مرة أسمع والدي يبكي وبصوته، والوالدة انهارت وكانوا يعني ما هم قادرين يتمالكوا أنفسهم، شاعرين إنه وحي في يوم ما ستكون فاقدة البصر.